أنس أهلا وسهلا فيك في زهرة الخليج. برنامج هو برنامج ناجح والسؤال هو سؤال كلاسيكي، بس كيف قدرت تكون فايرل بكل حلقة؟ مو بالخيار اللي أنا البشر، نحن كبشر نحاول نبسط الأشياء، فأنا كلها أفكر بالكورة، فلو نشوف فريق فاز نقول عشان هاللاعب كان عندهم، ولكن مش بس لاعب، عندك مدرب، عندك اختيار الفريق، عندك الظروف، عندك الجو. النقطة اللي أسحابة وصلها الفايراليتي ولا الفايرل مش بس أنس، كلها توقيت المحتوى، هل اللقاء كان سلس، هل الضيف كان حقيقي، كل هذه اليوم يركبون مع بعض تحصلين لك واحد فايرل، ومرات ما يطلع، مرات مش فايرل. يعني البرنامج عن الجمهور، هل نحن نفيد الجمهور ولا ما نفيد الجمهور؟ أنا شفنا معاك أشياء جديدة، أشياء مختلفة، خبرني البدايات كيف كانت؟ البدايات كانت في الإعلام التقليدي، حسيت أنه صح في فرص والتلفزيون له وزنة وثقلة، بس التلفزيون عنده وقت معين، يعني يقول لك عندك 7 دقائق في المقابلة، ولا أنا بس 70 وفي أسئلة رسمية أكثر، فكنت دائما أقول إذا صارت لي الفرصة خلنا أسوي لي برنامج بأسلوبي أنا عفوي يمكن أكثر وحقيقي وأسأل أسئلة شوي جريئة أكثر ولا شخصية. بسوي علاقتك كيف كانت مع الوالد والوالدة وانت صغير؟ تحسين تعقدتي؟ كيف عم بتجهز الكونتنت لكل حلقة؟ عم بعرف انه معك تيم كبير. بيذبحوني لو سمعوا كبير، فريق صغير جدا. والله؟ يعني نحن يمكن 4 أشخاص. انا في بالي انه هيك برودكشن لازمها فريق كبير. ويتطور ويتكبر الفريق حبة حبة، ولكن اللي عند الفريق اللي عندي مش طبيعي ويحبون شغلهم، فيوم تحطين ناس في مجموعة في ظرفة واحدة وكلهم يحبون شغلهم والشغف موجود تحصلين نتائج حلوة. كم البادجت اللي على البرنامج؟ كم بتدفع للفنان؟ 0 درهم. ولا درهم؟ ولا ضيف لين يومك ولا بيكون ندفع له درهم. طيب في علاقات خاصة مع الفنانين على المستوى الشخصي؟ يعني بالبدايات خصوصا عشان انا بنيت لي علاقات صداقه ويا وايد ناس، فكنت اقول لهم تعالوا البرنامج بيكون بهالطريقه انساني. الحين اظن بعد وصلنا مرحله حتى اللي ما نعرفهم، يعني اقدر اقول لك 80% ولا 90% من ضيوف اول مره اشوفهم في حياتي على الكرسي. فنان استمتعت كثير بلقائه. في ضيوف وايد احترمتهم عشان انا جالس المقابله ادرك كم هم صريحين وللصراحه شجاعه، وعشان الله حق يعني اكون حقاني في الضيوف. يسرى، منى، زكي، فعندهم طاقه فريده من نوعها. تخافين من شو منى؟ بخاف من العيا، من المرض. عمر ما أمي قالت لي كلمة غلط عليه، هو قال على أمي كلام غلط. منطقها صح. الوالدة مدام هلا الله يخلي لك إياها، عم بنشوفها على السوشيال ميديا عم تعطي كتير good vibes، عم تعطي كتير دروس. كلمة أحبك تنشر السلام، تنشر الحب. أنت شو تعلمت منها؟ وايد وايد أشياء، هي مدرستي آخر شيء، يعني هي إنسانية جدا جدا، فيوم عندك واحدة إنسانة هي تحس في البشر وتحس في الناس، تاخذين هالدروس منها، فأتوقع وايد من البنية التحتية اللي أنا وإخواني من الوالدة. شو أكثر نقد سمعته من الوالدة على برنامج، على حلقة، على شير الجديد للشغل؟ اللي حلو في النقد اللي تعطيني بناء، هي تبى الخير للبرنامج آخر شيء، فبدي بتقول لي مثلا كلمة هاي لا تقولها بطريقة في كلمة أفضل، هل نوع من الردود اللي تحتاجين هني كنت وايد زين، مفروض تكرر هالشيء. أنس عن جد كتير انبسط فيك اليوم، كتير انبسط بهاللقاء، وإن شاء الله برجع بشوفك فيريسون. إن شاء الله، شكراً.